يعني سمر قديش حلو انه نحن لما نروح ندور على هدية نلاقي هدية بتخص الشخص، بتخص روحه ومعمولة من روح حدا يمكن مستخدم ساعات كتير كبيرة من وقته لحتى ينجزها. كتير قصص حلوة بإعادة التدوير، الأعمال اليدوية اشتهروا فيها سيدات سوريات وأثبتوا جدارتهم ويمكن أثبتوا مكانتهم بالمجتمع. رح نحكي أكثر عن مهنة الأعمال اليدوية، رح نشوف أعمال حلوة جاية يمكن من ساعات عمل طويلة ولكن لازم نضوي عليها اليوم. بصرنا نرحب بضيفتنا لليوم مع ولاء معراوي. أهلا وسهلا فيك ولاء، صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه ولاء خلينا نحكي عن بدايتك لحد اليوم واهم القطع كمان يلي بتصنعيها. بلشت بال 2017، اول شيء بلشت بالزينه تبع الولادات، بعدين بلشت بالدفاتر والاقلام للمدارس يعني، وبعدين بلشت فوت بمجال الدمى اللي بتحكي عن الشخصيات يعني. نعم، يعني نحن عم نشوف كثير من المجسمات مثل ما شايفين على الكاميرا، ولكن خلينا نشرح شو هي المواد يلي بتستخدميها، شو هي المواد يلي جربتيها انه هي بتضاين. هلا ممكن انا سالتك عن هي وهي، طب انا اذا بدي اخذهم قد ايه بيعيشوا عندي بالبيت، شو هي المواد اللي بتستخدميها؟ تمام، هلا الشكل الداخلي من الفلين والاسلاك والخشب والايفا كله من برا ايفا. تمام. ممكن ايامات عم نضيف القماش على الثياب من برا مثل الجينز والكنزات القطن. تمام، هيدي الدكتور اكيد تحيه لكل اطباء سوريا. اكيد المجسم كتير حلو ومعبر بهذا الوقت. تمام، خلينا نحكي كيف خطرت ببالك هي الفكره وقديش اخذت معك وقت وجهد؟ بالبدايه كنت اشتغل سلال ورد اول شيء. تمام، مثل فازات وهيك. هي ايفا هي. تمام. اي بس كمان بدي اوضح شغله انه هي صالحه انه نغسلها بالمي كمان. يعني الالوان اللي على وش الدميه ما بتروح بالمي. هي يعني الوان اكريليك. اي يعني عادي تنغسل بالمي. اي وقديش قلتي بتبقى وقت؟ اي خلص، انت طول ما صامطيه ما بتخرب. ما بتخرب؟ لا ما بتخرب، حتى يعني انه اذا توسخت من الغبره وهيك فينا نغسلها بالمي، الالوان اللي على الوجه ما بتروح. طيب قديش اخذت معك وقت وجهد وشو خطر ببالك هاي الفكره؟ هو بالاساس انا شفتها على اليوتيوب، شوي شوي تعلمت. قديش تاخذ معك وقت شغله؟ ايه تقريبا 5 ساعات او 6 ساعات. حلو، يعني ما وقت كثير كبير. ليكو هالطباخ شو مهضوم، حامل بيتزا، هي صينيه بيتزا وله دعم كمان. خلينا كمان نحكي في شيء هون حديد. اجري او شيء؟ لا، الرجلين خشب، الايدين اسلاك. هلا هذا ما بيحرك ايديه بس الدكتور بتحرك ايديها لانه ايديها اسلاك. بس هي بتتحرك. ايديها اسلاك الدكتور. اوكي. تمام. ممكن حدا يجي لعندك يقول لك انا بدي هذا الشكل، هذا المجسم، هيك الالوان، كذا، ممكن تنفذي اي فكره لاي حدا. تمام. ممكن يجي. تمام. لعندك وقديش ممكن ياخذ منك وقت اي مجسم؟ عادي اكثر شيء 5 ساعات 6 ساعات، اكثر من هيك لا. يعني يمكن يعني اليوم بيطلبوا الطلب، ثاني يوم بيكون المجسم جاهز. تمام. يعني كثير في عنا افكار ممكن نستفيد منها، ولكن خلينا نحكي نحن اليوم اذا عنا رساله للاعمال اليدويه لكل صبيه حابه عندها موهبه بس ما انا عرفانه من وين تبلش، كيف فينا ننصحها وندلها انه هيك مجسمات ما بتاخذ وقت كثير وهي كثير مرغوبه يعني؟ ايه تمام، ايه عادي انا من على اليوتيوب تعلمت يعني، ما تعلمت لحالك انت تعلمتي؟ من على اليوتيوب، يعني ما قعدت دورات، تعلمتها من على اليوتيوب وبلشت نفس شوي شوي، بلشت طوي. هلا حابه اطور الشعر، حط بدال الايفا شعر حراري. اوكي، وبعدين يمكن منك لحالك بتصيري انت تبدعي بموديلات جديده بعيدا تمام. عن الانترنت وعن هو وقت بيجي زبون بيقول لك انه حطي لي ذوقك هون بتبدعي اكثر يعني. تمام. وقت بيقول لك انه ساوي لي الدميه مثلا انه خطيبتي بتشتغل هيك بس ساويها على ذوقك، بتحطي كل ذوقك فيها. تمام، بتبدعي على كيفك. كثير مهضومين. هلا في عنا هدايا لعيد المعلم. تمام. هدايا عيد الام. هلا لعيد المعلم جهزت الدفتر. تمام، خلينا نشوف شو مجهزه. هذا الدفتر والملقط. ايه تفضلي. تبين الملقط. اوكي، وفي هذا القلم تبع الورده كمان، هذا لعيد المعلم. هذا لعيد المعلم. هي الورده. ايه هي قلم بس تفكيها بتصير قلم. يعني كمان ممكن اي حدا يقول لك انا بدي هذا اللون هذا الشكل للاستاذ. ايام بيعطوني صوره من النت وانا بنفذها.
نعم. ولا يعني حضرتك ما عندك محل، انت عم تسوي لاغراضك على السوشيال ميديا. يعني اليوم كان كثير موضوعنا عن السوشيال ميديا، قد ايه هي يمكن لها قصص سلبيه لاطفالنا لشبابنا، ولكن هون اليوم عندنا نموذج انه عم تسوقي لبضاعتك لاعمالك اليدويه عبر الانترنت. خلينا نحكي اليوم قديش الانترنت مهم، انه هو يوديكي لعالم مختلف، هو بحر واسع يعني. يمكن ما بقدرتك تفتحي محل او انا بقدرتي افتح محل، صار في مجال انه نسوق اغراضنا عن الفيسبوك. تمام. هو الحلو انه وقت بتعرضي شغلك بالشام بيطلبوا منك مثلا بالمحافظات، عم تشحني له؟ ايه تمام، عم يعلقوا بنقطة. هلا مثل هي الدكتورة رايحة على جبلة. رايحة على جبلة، حلو. خلينا نحكي الاقبال، كيف الاقبال عم بيكون؟ هلا هو الاقبال اكثر شيء على الدمى، اكثر شيء على الدمى. يعني انا اشتغلت هدايا عاديه واغراض اطفال، واشتغلت زينه للولاده، بس اكثر شيء بيقبلوا على الدمى. غريبين لانه مهضومين. عملتيهم هيك بطريقه مهضومه. زينه الولاده خلينا نشوف، في عربيه هي فينا نحط فيها شوكولا، بس قبل شو هي؟ هي هيك عباد الشمس. يعني هاي فينا نحط فيها شوكولا لانه تمام، حتى بعمل البيبي. اسم البيبي، بعمل اشكال للبيبي. تمام، يعني انه هي مصنوعه من الخشب، فينا نحط. وهي كمان هون عنا اسم البيبي لكل حدا عنده ولاده. واو. ولعيد الام شو في عندك افكار جديده؟ ان شاء الله مخبرين شغلات حلوه. انت ممكن تعرضيها اذا الله راد، هلا يعني ان شاء الله بنص الشهر. بنص الشهر حتعرضي افكارك ان شاء الله اذا الله راد. خلينا نعرف شو اللي بيميزك عن غيرك، يعني شو اللي بيميز قطع ولاء اليوم برايك؟ شو هي بصمتك المميزه؟ هو الهاند ميد. لا، في كثير صبايا بيشتغلوا دمى، بس هو الهاند ميد بتحسي مثل البحر، يعني انه كل صبيه لها لمستها الخاصه. تمام. يعني ما بتحسي انه، يعني في كثير صبايا بيشتغلوا دمى، بس كل وحده لها لمستها الخاصه، يعني بتحط فنها بقرنه مميزه. قد ايه صار لك ولا؟ من 2017. برافو. وصار عندك زباين، وصار عندك ناس بتعرف شغلك وبتقلك وبتوصيك؟ في كثير زباين يعني بيستنوا من المناسبه للمناسبه مشان يوصوني. هلا بهالظروف الصعبه ممكن اي حدا مثلا يحب يشتري، كيف عم تلاقي الاسعار؟ اسعارك هي مقبوله؟ ممكن اي حدا يقدر يشتري ولا لا؟ تمام. لا، عندي الغالي، الرخيص، الوسط، كل واحد على حسب المواد كمان. يعني ممكن هو اكثر تكلفه بتجي تكلفه الدميه ممكن أكثر. يقول لك مثلا انا معي هذا الرقم بس بدي مثلا مجسم صغير، ممكن بشتغله على طلبه. بعمل له مثلا شكله مفاتيح صغيره، بس دميه يعني بتكون هي. تمام. بتكون حجمها صغير. المفاتيح خلينا نشوفهم. ولا تفضل. ارجيله وشنطه. تفضل. كمان الارجيله هاي البرتوكلي. تمام. انت بتحبي الارجيله؟ بنفس الحجم تبع الارجيله بنعمل الدميه. تمام. كثير مهضومه، كثير حلوه، واكيد الاقبال عليها كثير. صبايا كمان برتوكلي. هي انت بتقصقصيهم وبتعمليهم؟ تمام. يعني بتعمليهم انت، بتخترعي الموديل صح؟ تمام. وكيف بيخطر ببالك الفكرة؟ في حدا بيدعمك بالأفكار؟ دائما أي شخص فينا عنده حدا دعمه بأي شيء، سواء بالأفكار، سواء بالشغل، سواء بأي شيء ممكن يعمله. هلا من جهة الأفكار رفقاتي. تمام. كل واحد عنده فكرة بيعطيها للتاني. رفقاتك. وكيف وقت الشغل؟ يعني انت قديش مثلا بتقضي وقت؟ انه مثلا 5 ساعات بتعدي. خمس ساعات كاملين. ما بعدهم متواصلين طبعا. تمام. ما بعدهم متواصلين، يعني ممكن تستنيه لينشف. هلا مثل الوجه يعني كثير صعب، لانه كل لون بده وقت لينشف، كل ما بتحطي لون على البشره كمان بدك تستني كمان لترجع تنشف، يعني مو كلياتها بتصنعها بنفس الوقت. طيب ممكن اشخاص مثل ما قالت لي ما بيكون عندهم هواية بسيطة، عم تساعدي أشخاص ليتعلموا ولا أنت لحالك يعني هي القصة؟ لا، مبدئيا لحالي. مبدئيا لحالك. ولكن ما عملتي هيك جمعة صبايا، رفقات، إخوات؟ بلا، بس يعني أشخاص بعرفهم على الفيس. تمام. أكثر شيء بتحبي تصنعي؟ دائما مثل ما قلت كل حدا بيحب شيء معين، يعني تمام. ممكن بهذا الشيء هو يبدع فيه. انت مثلا ممكن عم تصنعي شيء تكوني انت كثير مبسوطه، يعني طالعي كل ابداعك بهالقطعه. مظبوط. واحكي لي على اكثر قطعه من لما بلشتي يعني كان لها اثر كثير كبير، يعني وهي اللي حولت طريقك كله وخلتك تتجهي لهالمجال، يعني من 2017 لليوم. شو هي القطعه؟ كيف صنعتيها؟ وهلا بهالوقت شو اكثر قطعه بتحبي تصنعيها؟ القطعه الاولى اللي صنعتها كانت مجرد صدفة، صنعت باقة ورد لرفيقتي
ومن وقتها انشهرت، كل ما واحد بده قطعة عيد ميلاد بده عنده مناسبة بيحكي معي. بس أنا بالأساس بلشت بالورود. تمام. هلا أكثر قطعة بحس حالي مبسوطة فيها هنن الدمى. بتحبيهم؟ إيه، بحس حالي يعني مستمتعة أنا عم ساويهم، مبسوطة. الله يعطيك ألف عافية. أكيد يعني في كثير من القصص يمكن حتى موجودة عنا بالبيت، عم نشوف إنه في سيدات عم يعملوا إعادة تدوير. اتجهتي بهذا الاتجاه إن كان من ملابس قديمة عندك، من إكسسوارات، قدرتي تعملي لها إعادة تدوير وتستغليها بنوع، بما إنه عندك هي الموهبة، بنوع من ممكن المجسمات؟ لا هلا ما باخذ مثلا انه بعمل قطعه كامله، لا، بس اكسسوار قديم مثلا عندي بضيفه للدمى، ثياب قديمه عندي بضيفها للدمى، هيك يعني. بس انه اصنع قطعه كامله لا ما صنعت لسه. الاطفال كثير بيحبوا الدمى المتحركه، ما بيحبوها واقفه على ستاند او هيك. عم تعملي هيك شيء انه يقدروا يحركوه لايديها؟ هلا مبدئيا بدي اعمل، حابه اعمل دميه على شكل قلم مشان الولد يستفاد منها، يعني نفس الدمية لما يسحبها الولد يكون فيها قلم. وحلو يكون الدمية تشبهه وعلى القلم، كتير حلوة بتطلع الفكرة. تمام. بدي اعمل نفس الفكرة بس تكون دمية هي من الاساس. تمام، كتير حلو، افكار حتى افكارك كتير مفيدة. شكرا لك. يعني ولاء، اليوم نحن ضوينا على كثير من التفاصيل وحمسنا كثير من الصبايا والشباب يلي بيمتلكوا هي الموهبه. يعني بنشوف كثير من المشاركات بالبازارات وخاصه بالمناسبات. طبعا. في كثير ممكن ابواب تنفتح غير الانترنت، ما يكون الواحد بيمتلك محل، ولكن في بازار ان كان مزبوط. لعيد الام، لعيد المعلم، لكل الاعياد. عم تشاركي شيء بالبازارات؟ لا لسه. ليش ما جرأتي واخذتي هي الخطوه؟ لانه كل فتره بطلع بشغل جديد، عم بستنى ليكبر شغلي يعني اكثر. يعني اذا ما حدا وصاكي ما بتشتغلي، فما عندك هالشيء. بشتغل ايام قطع لاولادي لقرايبيني هيك. تماما. نحن ولا بدنا نتشكرك كثير وبدنا نتمنى لك التوفيق. واكيد ما في احلى من الواحد انه يتكل على حاله ويبدع بمجال هو بيحبه وحتى يساعد ماديا كمان. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اكيد شكرا كثير لك، بنتمنى لك كل التوفيق وقطعك كثير مميزه. شكرا لك. اكيد حتنجحي وبصمتك كثير حلوه بهالوقت. شكرا لك. شكرا.